نرحب مرة أخرى بضيفي شاشة الغد من القاهرة الدكتور إسلام عنان المتخصص في علم انتشار الأوبئة، ومن روما عبر خدمة سكايب الدكتور فؤاد عودة رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية. أهلا بكم على شاشة الغد. أبدأ بضيفي من روما الدكتور فؤاد عودة. دكتور، هل سبق لك وأن شاهدت أعراضا تزيد ربما بمرور الوقت لأي فيروس أو لأي مرض، أم أنه كورونا هذا أو الكوفيد 19 محير كما يطلق عليه؟ مساء الخير للجميع. نعم، محير. ليش؟ لأنه كل دولة نشرت أعراض تختلف عن الدولة الثانية، وخصوصا في قوة الانتشار الفيروس من الصين لإيطاليا لكوريا الجنوب وبعدين إيران ولأوروبا. إحنا بدينا نعرف بدقة صفات الفيروس كورونا لما عملنا أول تشريح للجثث في إيطاليا، مع أنه وزارة الصحة كانت ما تسمحش للأطباء يعملوا تشريح الجثث. وفي هذولك الأول مرة لما عملنا تشريح الجثث أثبت أنه سبب التوفي هو الجلطات الدموية وليس التهاب الرئة الجهاز التنفسي. أين كانت هذه الجلطات يا دكتور فؤاد؟ أين كانت هذه الجلطات؟ الجلطات الدموية كانت كثير في الرئة نفسها، لأنه الفيروس يخش من حنجرة يذهب إلى الرئتين، يصير التهاب كثير، فالشو يتكون جلطات دموية كثيرة خصوصا في الشرايين والأوردة، في الرئتين، في الكلية، في القلب. وباستعمال دواء الإيبرينا أثبت أنه كثير من الأشخاص والمصابين تعافوا. وفي نفس الوقت شفنا في تشريح الجثث أنه الفيروس دخل للجهاز العصبي، في عنا نفس الشيء ورم في الجلد، بصير الجلد عنده 5 أعراض تقريبا. الأطباء الصين قالوا لنا ما شافوهنش في الصين، خصوصا انتفاخ الشفة أو انتفاخ الشرايين والأوردة في الجلد نفسه. طيب، عشان هيك سأعود يا دكتور فؤاد إلى هذه النقطة، مسألة التشريح للجثث وأيضا الجلطات، لأنها ربما من الأمور غاية الأهمية في مسألة علاج الفيروس وأعراضه. لكن يا دكتور إسلام، أولا ما هو السر من وجهة نظرك العلمية والطبية وراء التغير واختلاف في أعراض الإصابة بالكوفيد 19، ما هي؟ أهلا وسهلا، مساء الخير ولضيفك الكريم في روما وكل المشاهدين. هو عموما إحنا تعرضنا للفيروس والأوبزرفيشن بتاعنا الكوفيد 19 ديزيز قريب، يعني إحنا بقالنا تقريبا 5 شهور إن إحنا نقدر نحصر الأعراض الكومن أو الشهيرة، ده في الإمكان يعني في الفترة القصيرة دي. لكن طبعا لكل مرض بيبقى فيه أعراض ما بتظهرش إلا كل يعني مئات الحالات، بيسموها أعراض نادرة. فبالتالي مع الوقت، كل ما الوقت هيعدي كل ما هنكتشف الأعراض. طيب، اللي ممكن تكون ما هي الأعراض الثابتة يا دكتور إسلام؟ يعني نحن علمنا منكم كأساتذة وأطباء الكحة الجافة ربما الدائمة، مسألة ارتفاع في درجات الحرارة، التهاب الحلق، ضيق التنفس، لكن الآن مسألة الدياريا والقيء وأحمرار العين وألم المعدة، هذه ربما جديدة في مسألة الأعراض، أليس كذلك؟ يعني دي أعراض، الأعراض دي موجودة من شهر فبراير، إن هي أعراض نادرة ما كانتش بتظهر كتير. إحنا بنبتدي نتأكد من النسب بتاعة الأعراض إمتى؟ لما بيكون عندنا حاجة اسمها ريجسترز أو أوبزرفيشنال ريتروسبكتيف ستاديز، يعني دراسات على حالات دخلت بكوفيد 19 وتم يعني ملاحظاتها ايه الاعراض اللي جات لها. بالتالي نبتدي نشوف يعني النسب دي شكلها عامل ازاي. هل الملاحظه عينيه تكون في تعني هذه الكلمه ده من المرضى يا دكتور اسلام؟ اوبزرفد يعني عينيه. هي الريجسترز هي ان المريض نفسه بنلاحظ، بنساله وبنبتدي نشوف حاجه من اتنين، الساينز يعني احنا شايفين ايه ككادر طبي، والسيمبتومز اللي هي الاعراض اللي بيقولها المريض نفسه، نبتدي نكتبها في ملف الكتروني يبتدي بعد كده يتعمل لها تحليل. طبعا مع كثرة المرضى بيبتدي يبقى في نسبة كويسة للإحصاء، ان احنا نقدر نقول ان نسبة مثلا فقدان التذوق والشم طلعت
في حدود 25% من المرضى بدون ظهور اعراض اخرى. مثلا في الريجسترز برضو اللي اتعملت قالوا ان الناس اللي غالبا هيجي لهم فقدان حاسة التذوق والشم ما بيجيلهمش اعراض خطيره، وده غالبا ناتج من ان ده في الجهاز التنفسي العلوي. فبالتالي هو امتى المشكله بتحصل؟ لما بيكون العدوى انتقلت لجهاز التنفسي السفلي وابتدى يحصل سايتوكين ستورم، او ان جهاز المناعه نفسه يبتدي يهاجم الرئه وخلايا الرئه، وابتدي الشخص محتاج مستشفى ومحتاج ان هو يخش على جهاز التنفس الصناعي. ساتوقف معك دكتور اسلام عند هذه النقطه. بنعرفها منين؟ من الدراسات. ساتوقف عند هذه النقطه، مساله الرئه. اعود اليك يا دكتور فؤاد، ومساله الجلطات وما تم اكتشافه من تشريح الجثث. هذه الجلطة هي من خلل ربما في ضغط الدم المتعلق بالرئة، أم في قلة الهواء نظرا للإصابة بالفيروس يا دكتور؟ وضح لنا هذه النقطة رجاء. لا، أولا إحنا لما سوينا تشريح الجثث وشفنا الجلطات الدموية، الجلطات الدموية اللي كانت كلها تطلع من شخص اللي خصوصا عندهم امراض مسمين ثانيه، بس سبب تكوين الجلطه الدمويه دخول الكورونا فيروس. احنا لازم نوضح نقطه مهمه. لليوم فيش عندنا احصائيات تثبت انه جميع اللي توفوا من كورونا فيروس، توفوا مع كورونا فيروس. 3.8% الاشخاص اللي اصيبوا في كورونا فيروس في ايطاليا ما كانش عندهم امراض ثانية. الأمراض المسمين اللي توفوا في إيطاليا 85% من اللي توفوا في إيطاليا مع كورونا فيروس كان عندهم أمراض ثانية مسمين، أمراض القلب، أمراض الرئتين، أمراض السرطان، أمراض جهاز المناعة. عشان هيك حسب رأيي السبب إنه تكوين الجلطات الدموية وخصوصا بين في الشرايين والاورده، وخصوصا في الجلد نفس الشيء اثبت انه انتفاخ الشرايين والاورده في الجلد في المده الاخيره، وخصوصا المرض اللي صار بيصيب الاطفال وانتفاخ الشفاف الشفه عذيك سم الطفل، هاي كلها تتكون بسبب دخول وإصابة في كورونا فيروس. بس السبب الرئيسي إنه يتوفى المصاب ليس هو من كورونا فيروس، بس كورونا فيروس يستعجل إنه الشخص يتوفى. ليس هو السبب لكنه يسرع ويعجل من الأمر يا دكتور فؤاد. لكن يبقى السؤال لك ضيفي من القاهرة الدكتور إسلام، هل يمكن أن يصاب المرء بالكوفيد 19 دون ظهور أي أعراض يا دكتور إسلام؟ سؤال كويس جدا. حاليا من كل 100 شخص جالهم كوفيد 19 ديزيز ممكن 80 منهم يجيلهم اعراض طفيفه للغايه او لا اعراض على الاطلاق. ممكن 25% منهم يجيلهم فقط فقدان لحاسه التذوق والشم وبس كده، مش اكتر من كده، والحاله ما تتفاقمش. طيب في اي مرحله يا دكتور اسلام يجيلهم اعراض قويه؟ منهم 5% يحتاجوا مستشفى ويخشوا ان هم يخشوا عنايه مركزه. هذه نقطه هامه. في اي مرحله تظهر هذه الاعراض على المريض اذا ما ظهرت، حتى لو كانت النسبه 20% فقط يا دكتور اسلام، ومتى يفترض ان يكون في حاله لجوء الى المستشفى؟ حاليا فتره، خلينا نبتدي ان الشخص لو اصيب بفيروس كورونا المستجد وجاله مرض كوفيد 19 ممكن يقعد في فتره حضانه الفيروس بدون ظهور اعراض لغايه 14 يوم، هو المتوسط بتاعها 5 ايام تقريبا. بعد ال5 ايام بيبتدي يظهر عليه اعراض الجهاز التنفسي العلوي، ويبتدي يبقى عنده كحه ناشفه، ضيق تنفس، حمى، وكل الاعراض اللي تفضلت بيها من شويه. بعد كده باسبوع يبتدي اعراض الجهاز التنفسي السفلي لو الحاله تفاقمت. الاسبوع الاولاني مش محتاج يروح مستشفى حاليا، خلاص تحت الاجراءات الحاليه بقى في حجر منزلي، الشخص بيقعد في البيت وبيعالج نفسه بنفسه وبيعزل نفسه بالاجراءات الوزارات الصحه في العالم ابتدت تنزلها. لو الحاله تفاقمت وابتدى يبقى عنده صعوبه اكتر في التنفس ومشاكل في الجهاز التنفسي، اللي بيحصل ان الفيروس نفسه بيخلي جهاز المناعه بتاع الجسم
يحصل له ثوره، بيبقى عايز يقضي على الفيروس. في الثوره دي بيقضي على الفيروس وبيقضي على خلايا الرئه في نفس الوقت. الفيروس هنا دوره انتهى، يعني زي ما كان دكتور قال بالظبط، الناس ما بتموتش من الفيروس نفسه، يا اما بيموت من السيتوكين ستورم نفسها، ان المناعه نفسها بتبتدي تفور جوه الجسم وتاذي نفسها لغايه ما الرئه نفسها ما بقاش فيها هواء، ويبقى في فيلير في التنفس، فشل في التنفس، بعد كده ممكن يجيب فشل في بقيه الاعضاء بتاعت الجسم زي القلب والكلى والكبد وهكذا. طيب دكتور فؤاد، ربما إضافة إلى الأعراض مسألة فقدان حستي الشم والتذوق، هناك أعراض أخرى، مسألة احمرار العين، الطفح الجلدي، تغير في لون الأصابع لليد والقدم، حتى ظهور مصطلح جديد يسمى بأصابع الكوفيد 19. ما هو هذا المصطلح يا دكتور فؤاد، وما هي أشكال هذه الأصابع في جسد الإنسان؟ سؤال مهم حسب رأيي. احنا هنا في ايطاليا وفي اوروبا في البحث اللي عملناه في 72 دولي مع الرابطه الطبيه الاوروبيه الشرق الاوسط، اثبت انه اول 5 ايام اهم، اول 5 ايام للعلاج قبل ظهور الاعراض اللي ذكرتها انت حضرتك في السابق. حتى بالنسبه لشخص يختلف عن الشخص بالنسبه لعمره، بالنسبه للامراض اللي عنده، امراض المسنين والاعراض اللي بتصير عنده هوا، يعني اذا بناخذ شخص عنده سكري وبخش عنده الكورونا فيروس والسكر عنده عالي، بتصير عنده اعراض تختلف عن اعراض اللي عنده مرض قلب او اللي عنده سرطان او اللي عنده سرطان الرئه او اللي عنده سرطان الكليه. عشان هيك الاعراض تقريبا 85% تتعلق في عمر الشخص، جهازة المناعة الشخص، والأمراض المسنين اللي عند الشخص المصاب. عشان هيك إحنا ركزنا عشان نعرف صفات الكورونا فيروس إن نعمل تشريح للجثث، وسوينا عديد من التشريح للجثث، وخصوصا عشان نلاقي للعلاج المهم. في نفس الوقت اللي عنده جلطات دموية للأسف في إيطاليا في المرحلة الأولى كانوا يدخلوهم لغرف الانعاش ويعطوهم اكسجين، وهذا كان غلط كبير، يعني توفوا ناس كثير باستعمال الاكسجين معهم، وكان عندهم جلطات دمويه في الشرايين والاورده، وكانوا بس بيقدروا ياخذوا الايبارينا ويتعالجوا في البيوت. عشان هيك احنا بنقول للشعب، للشعوب، شعب الدول العربيه باستمرار العلاج، علاج الوباء في البيوت، اول 5 ايام اهم ايام للعلاج، وبعدين الشخص لازم يقضى باستمرار مع الدكتور، لانه الذهاب الى المستشفى في ايطاليا وفي اوروبا اثبت انه زاد الانتشار بكثير. شكرا جزيلا ضيفي شاشه الغد، الدكتور فؤاد عوده رئيس الرابطه الاوروبيه الطبيه الشرق اوسطيه، شكرا جزيلا عبر خدمة سكايب من روما الإيطالية، وأيضا ضيفي من القاهرة إسلام عنان المتخصص في علم انتشار الأوبئة. أتمنى لكما السلامة وللجميع.